تحقيقا للاستدامة المالية الدائمة، دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني الوقف الخيري لجمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض كفيفة، وكذلك هوية الجمعية الشاملة الجديدة. التوجه هو أن نقوم كوزارة بالتعاون مع شركائنا في الجمعيات الخيرية وتدريب العاملين في تلك الجمعيات على تحويل الاستفادة من هذه الإيرادات من البعد الرعوي التقليدي إلى البعد التنموي. اليوم نشاهد يعني نموذج رائع في جمعية كفيف مع مركز التدريب والتأهيل يعمل على تهيئة ذوي الإعاقة البصرية وتمكينهم من العمل، وهذا هو المقصود وهذا هو المطلوب. وأيضا يعني اعتماد الجمعية على الوقف باعتباره يعني مصدر رئيس لتوفير الاستدامة المالية للجمعية، وهذا جهد متميز للجمعية، وإن شاء الله يعني ننمي قدرة الجمعيات و حتى تكون قادرة على تنفيذ مثل هذه الممارسات. وسيكون هناك دعم أيضا من الوزارة لهذه الجمعية سواء من خلال التدريب أو حتى الدعم المالي المباشر، وسنربط يعني مباشرة بتوجه الجمعية هل هو رعوي أو تنموي. كفيف تسعى من خلال هذا الوقف إلى تحقيق الاستدامة المالية، كما أن التكلفة المالية لإنشاء هذا الوقف تبلغ 25 مليون ريال، حيث سيسهم هذا الوقف في حل كثير من المعوقات التي تواجه عمل الجمعية، وسيسهم في زيادة فاعلية برامجها وأنشطتها وتنوعها. طبعاً بحكم أن الجمعية جمعية هي تهدف أن تكون تنموية وليست رعوية، فإن هذا الوقف بطبيعة الحال سيعود ريعة إلى تنمية برامج الجمعية، إلى التطوير البرامج الجمعية لتنعكس على المستفيد بشكل مباشر، حتى نحول هذا المستفيد من متلقي إعانات ومساعدات حتى يكون يعني منتج بحكم البرامج التدريبية والبرامج المساعدة الأخرى كذلك المقدمة له. وكما يعني لا يخفى عليكم أنه إذا لم يكن هناك مال فلن يكون هناك تطوير ولن تكون بطبيعة الحال هناك برامج. أن رؤية المملكة 2030 وهي كما يعرف الجميع رؤية والحمد لله متكاملة في شكلها ومضمونها، وتعمل على نقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، هذه الرؤية ركزت كثيرا على قضية تدريب وتأهيل وتعليم ذوي الإعاقة، كافة ذوي الإعاقة، كي يصبحوا أعضاء عاملين في مجتمعهم، وهذا يأتي في إطار التنمية. يعني الرؤية ترى أن هؤلاء أعضاء فعلا عاملين، لكن متى ما تم تأهيلهم وتدريبهم، وهذا في الواقع بعد كبير جدا نعتز ونفتخر فيه. أشاد القائمين على هذا التدشين بالدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بذوي الإعاقة وخاصة المكفوفين منهم، والتوجيه الدائم بتوفير المشاريع الإنشائية والخدمية التي تدعمهم وتطور قدراتهم، والتي تصب في دعم العمل الخيري في المملكة ودعم الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة. نجلاء ساكت، الإخبارية، الرياض.